الو، الو، اتفضل. كيفك يا اسماعيل؟ والله بخير الحين، الحمد لله. شو اخبارك؟ والله بخير الحين، الحمد لله. حضرتك سني ولا شيعي؟ انا شيعي. طيب حضرتك بتاخد من المعصوم ولا من غير المعصوم؟ اتفضل. لا، هلا تركنا من هالقصص كلياتها وهالمواضيع. قبل فترة اتصلت فيك ومنزل فيديو عندي على اليوتيوب، علي عرضت عنه اتزوج مرتك متعة، فهلا صعد السعر، يعني صار بالساعة 10 دولار. شو رأيك؟ انت عايز اتجوز اختك متعة في الساعة ب10 دولار؟ بس انا ما لا لا بتمتعش والله. لا لا لا، مرتك لا يعني انا، من مراتي بتعتقد بالمتعة كان ماشي، لكن مراتي لا تعتقد بالمتعة. فاللي بتعتقد بالمتعة بنتك، امك، اختك، عمتك، خالتك، الشيعيات اللي موجودين في كربلاء واللي موجودين في كل منطقة شيعية موجودة في العراق، فدول اللي يعتقدوا بالمتعة فجاز ليهم التمتع. لكن انا الحمد لله رب العالمين، مراتي الصينية. لعلك أخطأت يعني العنوان، تقريبا المرة الثانية أخطأت العنوان. وعلى فكرة يعني الفيديو اللي أنا نزلته عليك المرة اللي فاتت، فده إن شاء الله بكرة هنزله لك، وقلت لك إن أنت تعالى لي مصر أنا متعك. لا ده أنا لقيت تعليقات كمان إن في إخوة تضامنت معايا وقالت لي إحنا ممكن نيجي لك مصر بإذن الله تعالى ونمتعه معاك بجد. يعني في إخوة قالوا لي إحنا ممكن نيجي لك مصر ونمتعه معاك. فقلت لهم يا اخوانا مش مستاهل ان انتوا تيجوا، يعني احنا عندنا الهرم، هقعدهم فوق الهرم باذن الله من فوق ان شاء الله. يعني تزور، تعمل زياره للهرم باذن الله تعالى عندنا. وعندنا 3 اهرامات، يعني لو ما عجبكش الهرم الكبير ممكن الاوسط، فالاوسط يعني براحتك.